رمان لكم كل الحب والسلام. الأستاذ سليم الصبري الرجل الكبير السبعيني أو 7000 سنة في عمان. الكلمة كثير جميلة جدا ويشجع الشباب للبقاء على السينما، يشجع الشباب لصناعة السينما، يشجع الشباب بالاستمرار في حياة جديدة. وهذه لفتة كريمة وكبيرة جدا من هذا المجتمع العربي. سلطنة عمان تشكر الأستاذ علاء على هذا التكريم، وتشكر جمهورية مصر العربية الحبيبة القلب النامر في وطننا العربي. ومن سلطنة عمان أقول لكم السلام عليكم، ونحن دائما نرى السلام حمامة خير دائما وأبدا. ولكم كل التحية وشكرا جزيلا.